كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا. لن يقدر أن ينكر نفسه. تيموثاوس الثانية 2:13. أحيانا تحسب أنه ربنا يتغير أو يغير رأيه مثلنا، يعني مثلا تحسب أنه يحبك لما نسمع كلامه وما يحبك لما ما تسمع له. للأسف هذا اللي تربينا عليه وهذا خطأ. الحقيقة أن ربنا يحبك مهما سويت، لأنه ثابت وما يتغير. لكن إيش اللي يصير؟ إنك لما ما تسمع كلامه تفقد بركات، فيستغل الشيطان هذا ويحاول يفهمك أن الله ما يحبك، لكن ربنا إله كامل ومحبته لك ثابتة من الأزل إلى الأبد. حتى لو كنت مش أمين، هو يبقى أمين وما ينكر نفسه. صفاته فهو من حفظ عهده مع آبائنا منذ القدم، هو من أثبت محبته لك فتجسده وموته وقيامته لأجلك. هو اختار أن يبقى أمينا في الوقت الذي أنكره وتركه الكثيرين، واختار أن يموت عن أشخاص باعوه وخانوه وتخلوا عنه، واختار أن يغفر للي صلبوه ومن جلده، وأن شهوة قلبه خلاصك.